شكرا يعني نقيب على هذه الدعوة الخاصة. الشرف اني اكون مع الاستاذ زبير النوباني استاذي ومعلمي منتجنا الصديق والحبيب اللي تحمل في مرحلة معينة الشيء الصعب. بتضل الدراما الأردنية موجودة في مرحلة في كثير ناس انسحبوا. أنا اللي بدي أحكيه شغلة واحدة بالنسبة لي كممثل، أنا دائما بحكيها في أي لقاء، الممثل يرتقي إلى السحاب ليس له علاقة في الحدود. ما نشاهده وما نمثله في لحظة من اللحظات في وطننا العربي بكل تفاصيله وكل عاداتنا وتقاليدنا هو هم مشترك. فبلحظة من اللحظات أنت تتجاوز هذه الحدود وتنطلق لكي تقدم عملا عربيا في الشارع موجود، إذا بدنا نسميها كافة الجنسيات في الوطن العربي. أنا إذا بدي أحكي عن الدراما الأردنية اللي تربيت عليها، يعني أنا بتذكر اللحظة الفاصلة اللي أخذت فيها قرار إني أمثل أو أدرس تمثيل، هي اللحظة اللي كنت بشوف فيها الأستاذ العظيم ربيع الشهاب الله يشفيه يا رب.